الخير عليكم البنات، صباح النور صباح الورد. كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ يلا فقت غيبان لكم صوتي. يلا فايقه، كان عمر هنا في اتاي هو البليد، ما ديوش على ديك البوطه تكبل ليها البارح. كانت الوالده دايره بزاف وعمرات البرمه تكبت عليها المطه، ماشي مشكل. دابا نغسل هادشي كامل، صافي غادي نعمر اتاي ونحط الطيار ديالي. وهانتو معايا ندير فيه شويه ديال الفلي وشويه ديال الساميه، ايوا صافي هادشي اللي كاين. خليكم معايا نجي الفطور ديالي، هانتوما معايا. صافي البنات، ها هو فطوري حطيتو، حطيت شويه ديال الامل وشويه ديال زيت العود شويه ديال الكونفيتور. غناكل معاهم واحد الفريميجه، وهنايا الخبز سخون ديال تفرنوك، سمعوه قرمش ضايله سخون، والبريديت ديال اتاي من هنا زوينين كيشهي في الصباح. صافي بغيت نوريكم هنا البنات واحد الفلفله جابتها الوالده البارح من السوق، شوف كي دايره سبحان الله. ما عرفتش واش حاره ولا محراش، غادي ترقدها، راه غسلتها البارح بالليل. هنايا الربيع، الكرافس، القزبور، معدنوس، هاد البصله هادي خضريه حتى هي غسلتها، غنصيب خبز الشحمه حيت كلشي صايم، صايمين الوالده والوالد غير انا وختي وخويا اللي فاطرين. صافي حتى واحد مازال ما فاق، غادي نفطر بما يجيو هنا يشرد داكشي ديال التفاح، باقي ما كملاتوش اللوز كاين عندنا، غادي غير تهرسو. صافي باقي ما كملاتوش، حتى تكملو ونتشارك معكم التقضيه ولا نتشارك معكم الصفوف ديال رمضان. يالله خليت لكم الراحه هاد الساعه، تنساوش ليا اللايكات البنات، راه كتنساو ليا اللايكات. الله يحفظكم، اللي شاف في الفيديو ديالي يخلي لي واحد اللايك. ما نطولش عليكم في المقدمه باش نكملوا الروتين ديالنا مع بعضياتنا. صافي البنات، من بعد ما فطرت غنخلي هادشي هكا، غنطرفو للجنب يتسنى يشد نوبتو عليا. البارح درنا بالداز العشاء، ايوا صافي. وغنمشي حتى نرد الغدا هو الاول، نغسل الفرنو كيما العاده وندير الغدا. غندير معكم واحد الطاوة ديال الدجاج في الفران ونشوف شنو غندير، عاد نرجع نغسل هاد المعينات. خليكم معايا. صافي البنات، هنايا راني قطعت هنايا بطاطا وبصله، وبصله قطعتها هكا هكا، قطعوها نتوما دواور ولا اللي بغيتو. البطاطا كنقطع شويه رقيقه حيت ما غنطلع فيها الغليه، ما والو، غنديرها ديريكت في الفران. صافي هنايا عندي هاد الاناء هذا، غندير فيه واحد شويه ديال الثومه غبره. الثومه الا ما عندكمش الثومه غبره ديرو حكو واحد جوج فصوص ديال الثومه، غندير شويه هنا. وغندير هاد هاد البودر بحال البصله، هو ديال الكرات ديال بحال البورور ما نعرف. المهم كي المهم في مذاق زوين، غندير شويه هنا وشويه في البطاطا في المول ديالي. ايوا صافي، غادي ندير التوابل، غندير شويه ديال الخرقوم، وغادي ندير شويه ديال الزنجبير. انا راه مخلط معاه البزار، واحد شويه ديال البزار، هذاك الشيء علاش ما غاديش. غندير نيت شويه ديال، بلا ما ندير البزار غندير شويه ديال السمنه، باش راه مخلط مع الزنجبير. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال عامره، ماشي كبيره، هذه ديال التحميره. وغندير شويه ديال التحميره في هذه البطاطا حتى هي شويه. وغادي ندير قزبر اليابس محال، واش باقي ولا ما بقاش؟ المهم ما بقاش، ماشي مشكل، حتى نجيبوه. وغادي ندير الملحه، شويه ديال الملحه حيت باقي غندير لا موطار مالح. وغندير شويه ديال زيت الزيتون هنايا، وغندير شويه هنا غير شويه حيت باقي غنزيد الزيت الاخر. ندير شويه ديال الزيت الاخر هنايا في المول عندي، وغندير شويه هنا صافي. وغندير واحد شويه ديال السوداني، ها هي ندير واحد شويه هنايا، بقيت شويه ما عرفتش. صافي، الى عندكم الزعتر ديروه، انا غنشوف واش كاين الزعتر، الا ما كاينش غادي نستغنى عليه. المهم خليكم معايا نجيب. صافي البنات، انا غندير واحد شويه ديال الموطارد، واحد جوج معالق هكا يكونوا عامرين صغار،
صافي وغادي نشرم الدجاج ديالي وغادي نستفو هنايا هاد الروينه ديرو بحال ما شفتوهاش حتى نسالي. يلا نجيب الدجاج ديالي نرقدو هنايا ونرجع معكم. صافي البنات هنايا راني قطعت هنايا بطاطا والبصله، البصله قطعتها هكا هكا، قطعوها نتوما دواور ولا اللي بغيتو. البطاطا كنقطع شويه رقيقه حيت ما غنطلع فيها الغليه، ما والو غنديرها ديريكت في الفران. صافي هنايا عندي هاد الاناء هذا غندير فيه واحد شويه ديال الثومه غبره. الثومه الا ما عندكمش الثومه غبره ديرو حكو واحد جوج فصوص ديال الثومه. غندير شويه هنا وغندير هاد هاد البودر بحال البصله، هو ديال الكرات ديال بحال البورور ما عرف. المهم المهم في مذاق زوين. غندير شويه هنا وشويه في البطاطا المول ديالي ايوا صافي. غادي ندير التوابل، غندير شويه ديال الخرقوم وغادي ندير شويه ديال الزنجبير. انا راه مخلط معاه البزار، واحد شويه البزار هذاك الشيء علاش ما غاديش. غندير نيت شويه ديال بلا ما ندير البزار، غندير شويه ديال السيدانيه باش راه مخلط مع الزنجبير. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال عامره ماشي كبيره، هذه ديال التحميره. وغندير شويه ديال التحميره في هذه البطاطا حتى هي شويه. وغادي ندير قزبر اليابس محال واش باقي لا ما بقاش. المهم ما بقاش ماشي مشكل حتى نجيبوه. وغادي ندير الملحه شويه ديال الملحه حيت باقي غندير لا موطار مالح. وغندير شويه ديال زيت الزيتون هنايا وغندير شويه هنا غير شويه حيت باقي غنزيد الزيت الاخر. ندير شويه ديال الزيت الاخر هنايا في المول عندي وغندير شويه هنا صافي. وغندير واحد شويه ديال السوداني ها هي، ندير واحد شويه هنايا بقيت ما عرفتش. صافي الى عندكم الزعتر ديروه، انا غنشوف واش كاين الزعتر، الا ما كاينش غادي نستغنى عليه. المهم خليكم معايا نجيب. صافي البنات انا غندير واحد شويه ديال الموطارد واحد جوج معالق هكا يكونوا عامرين صح. وصافي وغادي نشرم الدجاج ديالي وغادي نستفو هنايا هاد الروينه ديرو بحال ما شفتوهاش حتى نسالي. يلا نجيب الدجاج ديالي نرقدو هنا. صافي البنات هو الدجاج ديالي رقدتو في هاد الصوص. زدت شويه ديال الربيع وزدت واحد شويه ديال ورقه سيد الموسى. غادي نستف هنايا الدجاج حيت راه مازال ما طرقش مزيان. درت هنا واحد الخيط قسمته ها هو ودرت واحد الزيتيه حتى هو. صافي بارك الله يجعل البركه هادشي اللي درت. وهادي غندير على واحد شويه ديال مطيشه ديال الحك ولا ديرو مطيشه ديك الصوليس ديك الجاهزه ديال البيتزا. ديرو شويه انا كتعجبني حيت باش كتجيب لينا هاد المريقه خاطره. في شويه اللي درت واحد المرقه صغيره صافي. وغادي نغطي المول ديالي وغادي ندخلو الفران يطيب. معرفتش واش نزيد ليه واحد الكريشلا ولا بلاش. غادي نخلي عليه هاد لاصوص ندير في اي يوم بس كاع باش غنغطيها باش تقاضى. ايوا صافي نرجع معاكم نكمل معاكم الروتين ديالي. ها هو هي الطاو ديالنا ندخلها الطيب غير حنا ثلاثة د الناس بارك الله يجعل البركة. وغندير واحد الشليضة وغندير شوية د العصير وصافي هادشي اللي كاين البنات.
ديال البنات بعد ما غسلت الماعن، حيت هنا سبقت واحد جوج كيكات درتهم في الفران، قلت باقي الحال بلاتي نجن شويه ديال الخبز، كان ما كانش عندنا الخبز. هنايا درت الدقيق العادي داك الممتاز الزوين زعما، هذاك البيض داير بحال الفورس، ودرت معاه واحد شويه ديال النخاله، شويه ديال الفينو، شويه ديال الخميره واحد معلقه كبيره، وشويه ديال الزيت والملح، وشويه ديال السكر. صافي هنايا عجنتو، غادي نخليه يرتاح. راني درت معكم الفيديو بالصوت ولكن ما مشى عليا، داير جاني طويل، بغيت خفت ليه يجي طويل هكا، علاش سرعتو حيت درت صوت مركب. صافي هنا البنات مشيت للثلاجه، لقيت مطيشه حيت هذيك اللي بغات تخسر درتها باش طيب، وحيت الاخرى جوج شباكي ديال المطيشه، وحده تقطر عليها الحليب، وحده بدات كتخسر من التحت. المهم هذيك اللي بغات تخسر حيتها تسلقتها، وغادي نطحنها. وهنايا صايبت الشلاطه ديال الفلفله والمطيشه، هنا راه صورت لكم هذه الحديده البنات قبل ما نشوي الفلفله، قبل ما نطيب الشلاطه باش يلا كنشوي الفلفله. شريتها الوالده جديده ودرتها باش نشوي فيها الفلفله، انتما كتشوفوا دابت اول مره، دابت دايره بحال الدهن. شوفوا الغش جايه في الناس زعما، والله يسلمهم. وصافي هانتوما كنبقى فيها الدقيق، كنت كنقرص الخبز. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. صافي بغيت نوريكم زعما راه شريتها ب 3 دراهم، وشوفوا اول مره يلا شويت على هذيك البلاصه كنشوف فيها كذوب. صافي هنايا جبت داك الربيع بغيت نقطعو، وديك مطيشه راني طحنتها، وداك البصيله غادي نقطعها حتى هي غير في الكراده، ما غاديش ندير لها كاع الهشوار. هنا الخبز راه طاب صافي، وهنا وجدت قطعت البصله ودرت معها شويه خيزو، ودرت الحشوه بالشحمه. هنا الغدا راه طاب صافي صافي، وبغيت نصايب واحد المسمنات بالشحمه والخضره، وديك البصله الخضريه، وخيزو جاو رائعين، واخا ما صورتش معكم التفاصيل. ودرت دوك الكيكات الكاسكروت، هادشي اللي كاين البنات. شوفوا دوك المريقه راه كلها تحرقات ليا، ولكن الخضره راه ما تحرقاتش، والدجاج صافي. هذه هي غديوتي، تغديت غير بوحدي، شي ما بغاش يتغدى شي يلاه فايق من الناس. صافي تغديت الله ساليت، والله العظيم يلاه يلاه. دابا شي 4:30 تصوروا هنا في الكوزينه من 10:30، دابا 4:30 يلاه ساليت. باقي لي نغسل هاد المعنات هادو، فاش صايبت الكيكه ودوك ليمون كلهم، خصني ندير لهم الماء طيب ونغسلهم. يلا خليتكم على خير، نتمنى الفيديو يعجبكم، متنساوش ليا اللايكات البنات، اللايكات باش تشجعوني الله يسهل عليكم. يلا خليت لكم الراحه، في امان الله، السلام عليكم.